إلى الله وحده تطمئن نفسي، ومن عنده خلاصي، هو وحده صخرتي وخلاصي، هو حصني فلا أتزعزع. إلى ما تهجمون على إنسان وتهدمونه بأجمعكم كحائط مائل وجدار منهار، ليحط من شأنه يتآمرون والكذب يهون، بأفواههم يباركون وفي باطنهم يلعنون. إلى الله وحده اطمئني يا نفسي، فإن منه رجائي، هو وحده صخرتي وخلاصي، هو حصني فلا أتزعزع. عند الله خلاصي ومجدي، وفي الله صخرة عزي ومعتصمي. توكلوا عليه أيها الشعب كل حين، واسكبوا أمامه قلوبكم، إن الله معتصم لنا. ليس بنو آدم إلا هباء، وليس بنو البشر إلا كذبا، إذا وزنوا مجتمعين وجدوا أخف من الهباء. على العنف لا تتكلوا، وبالنهب لا تغتروا، إذا وفرت ثروتكم فلا تعلقوا بها قلوبكم. مرة تكلم الله، ومرتين سمعت إن العزة لله. لك الرحمة أيها السيد، فإنك تجازي الإنسان بحسب عمله. اللهم أنت إلهي، إليك بكرت، إليك ضميت نفسي وتاق جسدي، كأرض قاحلة مجدبة لا ماء فيها، كذلك في القدس شاهدتك لأرى عزتك ومجدك. أطيب من الحياة رحمتك، وإياك تسبح شفتايا، وكذلك في حياتي أباركك وأرفع كفي باسمك. كمن في شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفاه التهليل يشيد فمي، إذا ذكرتك على مضجعي تمتمت بك في الهجعات، لأنك كنت لي نصرة فأهلل في ظل جناحيك. علقت بك نفسي، ويمينك ساندتني. أما الذين يطلبون نفسي ليهلكوها فليهبطوا إلى أسافل الأرض، وليسلموا إلى حد السيف، وليكونوا نصيبا لبنات آوى. أما الملك فبالله يفرح، وكل من يحلف به يفتخر، وتسد أفواه الناطقين بالكذب. اللهم اسمع صوت شكواي، ومن هول العدو احفظ حياتي، استرني من عصابة الأشرار، ومن زمرة فعلة الآثار. من كالسيف سن الألسنة، وسدد السهام ومر الكلام، ليرموا البريء خفية، يرمونه بغتة ولا يخافون،
عزائمهم على أمر شرير يشددون في نصب الشباك حسابا يحسبون قائلين من يبصر وخفايانا من يسبر يسبر هذاك الذي يسبر باطن الإنسان وأعماق القلوب رماهم الله بسهم فكانت ضرباتهم مباغتة وأوقعهم بسبب ألسنتهم وكل من يراهم يهز رأسه فيخاف كل إنسان ويخبر بعمل الله ويفطن لصنيعه بالرب يفرح البار وبه يعتصم وجميع القلوب المستقيمة به تفتخر اغفر أيها الإله الرحيم جميع خطايا هذا اليوم فإنك تمتحن بواطن القلب وتفحص الأفكار الشريرة وسيعطي كل واحد منا جوابا في يوم الدينونة عن كل كلمة باطلة تكلم بها إننا نتضرع إليك أن تطهر قلوبنا وتنقي شفاهنا بروحك القدوس ابعد اللهم عنا خطايا اللسان الشتم والكذب والنميمة وساعدنا لنتكلم دائما بالحق في المحبة أعطنا لنقوم بواجباتنا نحو إخوتنا وأن نذكر إن لنا معلما في السماء اجعلنا عائلة متحدة وتقية وسعيدة وغير متفرقة في حضرة المسيح مخلصنا الذي على استحقاقاته فقط كل اتكالنا آمين.